أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الوصية التي توصون بها طلاب العلم في زمن تلاطم الفتن والشبهات؟ نوصيهم بالتمسك بدينهم والحذر من الفتن ومن دعاة الضلال والأفكار الخبيثة، تجنب الجلساء السيئين، اختيار الجلساء الصالحين، ولزوم جماعة المسلمين في المساجد، في المدارس، في الأعمال التي يجتمعون فيها، لزوم جماعة المسلمين، ولا يكون مع الناس المنعزلين أو الناس المختفين في أمكنة لا يظهرون للناس. يحذر من هذا. نعم.